الخيل، الخيل، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسم ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده اهو، ويلسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لاكون انا اللي ضربه. ابتدي. مستر بهاء، لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه، وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكم، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر علي ولا ايه؟ قول لي صباح الخير يا اما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر، الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت يا اما. هاتي هاتي ابوس ايدك، دي جايبينها يا اما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي. على كلك لقمه. أني مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمل كده ليه؟ يا أمّا، ما أنت عارفة يا أمّا، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدخلتي فوراً. طب يلا أعملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني؟ قلت لأ، إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر، ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده. هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل، وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى.
استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني التوان مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انت هنا خلاص، اسمع بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل. جبت كام؟ انت خدت 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوله مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله. انت يا انت ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. إليسه. مين يا اخويا؟ إليسه. مين إليسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. انتو. مين يا اخويا؟ انتو. مين انتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل. اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب. اهدي ايه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ اما بتنصب الفاعل من دلوقتي، امال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في ايه؟ انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو. تعالى لي يا دموك انت روخر. اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه؟ مش عارف. طب وحيات لما انا لما وحياتي لا صفر. تعرف يا ولا يا رمضان، انا قابلت النهارده تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطه القشطه ما شاء الله، وفتحت امها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. شقايا راح ياما، شقايا اللي قضيته في التربيه والتعليم راح ياما. ده انت ليتك سودا يا عوضين، انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دمك. شاي ايه؟ شاي بشاي ده هو دم عوضين واهله هيسيح زي الشاي ده هو. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد انفع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت ده حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولانا. يا جماعه الفند اللي انتوا عاملينه راجل وجاي تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسه دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا احسن.